اهلا بيكم يا شباب، الفرقه الثالثه كوست اكاونتنج. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن تشابتر 3 بورد، اخر بورد تشابتر 3. تشابتر 3 اخر بورد، اخر بورد انا بتكلم عن السيلز ميكس. طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض لما اتكلمنا عن او انا قلت لكم اعملوا ريسيرش عن الليميتيشن بتاعه الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس. قلتوا لي ايه؟ قلتوا لي ان من ضمن الليميتيشن ان انا جوست ببيع سنجل برودكت، ثبات السيلينج برايس، الفاريبل كوست اند ماني اذر كوست اليمنتس، يعني اتكلمتوا عنها وعرفتوا الليميتيشن بتاعه الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس. احنا دلوقتي هنتكلم عن السيلز ميكس اب. What if ان الشركة هتبيع more than one product، انا هعمل ايه؟ قلت للولاد المحاضرة اللي فاتت اللي حضرت، وانا هنا بعيدها تاني علشان الناس اللي ما حضرتش، فيبقى انتوا اوريدي زي ما اتفقنا عندكم documents بكل المحاضرات. لو انا دلوقتي عندي sales، الشركة in unit، فالشركة بتبيع 100,000 unit من A و 300,000 unit من B، يبقى توتال بتبيع 400,000 يونت. عندي السيلينج برايس 40 دولار 20 دولار، عندي الفاريبل كوست 20 دولار 12 دولار، يبقى كونتريبيوشن مارجن 20 دولار 8 دولار. عندي الفيكس كوست 1 مليون اند 100,000. خلي بالك ان ال 1 مليون دولار فيكس كوست ده للشركه كلها A و B. طب انا دلوقتي عايز اعرف، يقول لي هات لي البيك ايفن بوينت من A and B، والبيك ايفن بوينت فور ذا هول كومباني ان يونت اند ان دولار امونت. بص بقى، طالما انا شفت الشركه عندها مور ذان وان برودكت، ده بنسميه سيلز ميكس. هعمل ايه؟ حضرتك هتجيب لي حاجه اسمها سيلز ميكس. We are expecting to sell 100,000 units من A and 300,000 units من B. يبقى total 400,000. لو انا جبت sales mix percentage، يعني A بي represent مبيعات قد ايه من التوتال و B بي represent مبيعات قد ايه من التوتال، لو عملت division كده ال 100 على 400 هتطلع 0.25، لو قسمت ال 300 على ال 400 هتطلع 0.75%. يبقى انا كده جبت ايه؟ السيلز ميكس بيرسنت. هو بيقول لي ان البريك ايفن بوينت للشركه كلها للهول كومباني هي عباره عن فيكس كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن. بس اني كونتريبيوشن مارجن بقى؟ الافريج. يعني ايه افريج كونتريبيوشن مارجن؟ يعني انا مش هكسب ال 20 وال 8، صح كده؟ انا هجيب افريج ما بين A and B. تمام؟ او هنا انا مبيعاتي، يعني خليني عشان ما لخبطتوش، ان انا مبيعاتي كل 1 يونت من A ببيع قصادها 3 يونت من B. فاحنا عايزين نجيب الافريج كونتريبيوشن مارجن، نوينج ان الافريج كونتريبيوشن مارجن لA 20 دولار ولB 8 دولار. يبقى لو انا عايز اجيب افريج كونتريبيوشن مارجن لA والB، هو ده 20 دولار وده 8 دولار، بس انا مش هيجي لي ال 28، امال ايه؟ قال لي هي A نسبة مبيعاته كام؟ 0.25. طيب B نسبة مبيعاته كام؟ 0.75. فأصبح عندي average contribution A margin من A و B طلع كام دولار؟ 11 دولار. يبقى on average الشركة بتكسب لكل unit من A and B on average 11 A 11 دولار. اتحلت المسألة. الفيكس كوست ب 1 مليون 100 على average contribution margin 11 دولار، هيطلع ان الشركه لازم تبيع 100,000 يونت تو بريك ايفن من A and B. طب كام يونت من A؟ كام يونت من B؟ نضرب بقى ال 100 يونت دول توتال ملتبلاي النسبه بتاعت كل منتج. يعني A انا هبيع منه 0.25%، B هبيع منه 0.75%. يبقى ده معناه ان انا عشان ابريك ايفن اي مصدر A 25,000 يونت من A and 75,000 units من B. لو عملت بروف
تمام؟ A B 100 sales minus the variable cost اديني contribution margin minus fixed cost هيطلع ال net income at break even point ال net income هيبقى زيرو. ليه؟ يلا نحسبها مع بعض. وانت بتقول لي هنا 25,000 units من A و 75,000 units من B، نضرب ده في السيلينج برايس 40 20 يطلع كام؟ مليون و500، وهنا مليون، يبقى كام يا شباب؟ 2,500,000. الـ variable cost 25,000 multiplied 20 و75,000 multiplied 12. لو جمعت التوتال variable cost هلاقيها مليون و400، contribution margin مليون و100، net income equal 0. اتفقنا؟ طيب لو انا عايز اجيب البريك ايفن بوينت بس ان دولار، عندك A عندك B، هنا 25,000 هنا 75,000، نضرب في السيلينج A price 40 20، هيديني ان دولار اماونت. اقدر اجيب البريك ايفن بوينت للشركه كلها ان دولار اللي هو السيلز ريفينيو بطريقه ثانيه، اللي هي الفيكس كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن افريج بس ريشيو. طب ازاي نجيب مارجن ريشيو؟ طيب ثواني. ايوه